ديالنا هو الكنز، الكولاجين، الكولاجين ضد التجاعيد. شوفوا البنات، جبت لهم حجيرات، غتمشي للدار ونوريكم اش غندير بهم. ها هو الحجر. اهلا وريناتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. ما عرفتش واش غيكون الصوت كيتسمعوا ولا لا. المهم انا خارجه واحد الخريجه وعجباتني هاد البلاصه اللي انا جالسه فيها، وقلت غادي نصور لكم. الصراحه ما كنتش غنصور ولكن عجبتني بزاف وبغيت نوريها لكم. المهم انا في واحد الريستورون كاين في المريصه ديال طماريس، غادي نحاول نصور لكم شويه، واخا كاينين الناس بزاف ما كنبغيش نبين الناس. غتشوفوا دابا غيبان لكم فلو عالي كيطلع لي وكندفع فيه دفعتو بلا ما نحس. المهم قلت لكم غيبان لكم فلو حيت كنحاول ما امكن ما نبينش الناس اللي مورايا. المهم انتم غادي تشوفوا معايا شنو خدينا، وملي غنخرج برا غنوريكم المريصه اللي كتشريو منها الفوت وكتدخلوا هنا باش يعني يشويو عليكم ولا. المهم راه هما عندهم كلشي. المهم عرفتوا اش غديروا؟ خليوني تنعاود نشرح لكم. شفتوا البنات ما شهيتكم واللي كتوحم تسمح ليا، هاد الكروفيت هذا خديناه على برا، جبناه ليهم شواوه لينا. المهم راه كاين بزاف ديال الاشكال ديال الحوت، على برا كتختاروا اللي بغيتو. صافي خديت شويه ديال الزالوك، هذا فخيتور كاين عندهم. شكرا خويا. هذا فخيتور خديناه من عندهم. صافي واحد شويه ديال اللي بخيت، الله يجعل البركه. الحمد لله البنات تغديت. عرفتوا جيت نقول لكم احسن حاجه عجبتني عندهم هي ان دايرين هاد الكيسان شربولوه. عرفتوا انا عندي واحد الحساسيه من ناحيه الكيسان، الا مشيت لشي بلاصه خاصني نبقى نشم في الكاس ما عرفتش شكون اللي بحالي. واش حتى نتوما هكاك؟ كاينين بزاف ديال البلايص كتلقاو كيسان فيهم ريحه الزفوريه. كنضطر كنضطر نشرب غير من القرعه، ولكن هنا دايرين هادو. جا دابا من الغيستوغون اللي قلت لكم، وهنا كاينه البلاصه فين كيتباع الحوت في هاد البلاصه هادي. وغادي نقول لكم واحد الحاجه، راكم كتعرفوني ملي كنصور شي حاجه ما كنبغيش نبقى نصور لكم البنات الماكله، ولكن والله الا غير حيت البلاصه عجبتني داكشي علاش صورت لكم. فانا هبطت البلاصه اللي فيها الفلوكات، هاهما شفتوهم دابا. صافي راه طلعوهم من البحر وقلبوهم، شوفوا المنظر من هنا. هذه هي المريصه ديال طماريس، ياك طماريس ولا ضرب عزه طماريس. المهم هذه هي المريصه، وشفتوا ها هو كاين حتى هنايا واحد البلاصه، واحد البلاصه كيشويو فيها الحوت وكياكلوا هاد الغيستوران هذا. المهم هذا شويه كيبان شويه عادي، الاخر ها كاينين واحد ما عرفتش شنو ماشي فراخ. المهم هما كبارين بيضين بحال الحمام وكبار، بغيت نديكم ليهم. طاح ليا التليفون هنا، عرفتي راه قلت محال باقي يصور ليا، ولكن بعد الحمد لله ما طرا ليه والو. والله الا التليفون مسكين. صابر معايا صابر معايا ديال بصح. شوفوا شوفوا انا نقلب لكم باش تشوفوا. اي واحد الحجره كتحرك انا واقفه عليها، انا غنصور لكم باش تشوفوا البلاصه فين انا غاده. شوفوا شوفوا البنات هنا عامر بهذا الباب صغير، شفتوا وراه كله باقي حي. ها هي تسدات، ها انتم شوفوا، ها هي غنردها هنا غادي تخرج عاوتاني. ها انا غنجبدها، شوفوا شوفوا لاصقه، ها هي غتسد. سبحان الله العظيم كتدخل وكتسد موراها بواحد بحال قلت واحد الباب صغير. شو دابا مبقاتش لاصقه، ها هي هادي هادي لاصقه كتحيد عا بزز. شوفوا ها هي ها هي هادي خارجه، شفتوها بابوشات صغيورين. عرفتي راه كنفكر يا البنات نديهم معايا، نجمع شي وحدين نديهم. بلاتي بلاتي ندور الكاميرا. رجعت لكم عاوتاني، واللي عجبني فيه اكثر انه صغيور، حيت سمعت بان احسن كولاجين ديال بابوش اولا دوك لي كريم. بلاتي نوقف رجلي ضروني، اولا دوك لي كريم الغاليين اللي تياخذوا من اللي تياخذوا داك الماء ديال بابوش اولا داك الافرازات اللي كيطلق البابوش وتيديروهم في هذوك لي كريم اللي كيتباعوا غاليين في لي مارك الكبار، تياخذوهم من البابوش الصغير ماشي من هذاك الكبير. انا كنشوفهم في الفيديوهات كيديروا غير هذاك الكبير، ملي لقيت دابا هذا الصغير غادي نديه وغادي نجرب. المهم رانا قربت في الطريق ديالي باش نوصل راهم هذوك الطيور اللي قلت لكم. فين هما فين هما؟ راهم قربت نوصل لهم، انا غنمشي حتى لحداهم ونشوف البنات. شوفوا فين غنجمع البابوش، غادي نجمعو في هادي ديال الدادر.
المهم باش نديرو هاد التجربه اللي كلشي كيهضر عليها. هادي حيه بطبيعه الحال، غادي ناخذ غير هادوك اللي لاصقين وصغيورين وحيين، غادي نجمعهم هنا. كنتمنى ما يموتوش ليا تنوصلوا للدار. ها هي هادي، كاين بزاف هنايا البنات، ما كرهتش نجمع لكم حتى نتوما نجيب لكم معايا بالحق حتى ندير التجربه ان شاء الله ملي غتشوفوها معايا في فيديو. الا صدقات غادي نقول لكم يلا بالي والبنات سيروا جمعوا البابوش. ملي غادي نوصل للدار ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه باش كيبقى حي باش ما يموتش ليكم. شوفوا هي هنا كاين الغيث، باش نعرفوا شوف هنا هاو عرفتو غير كنجبدو كيدخل لدارو. ها انتوما البنات جمعت السريره ديال البابوش والصراحه ما عرفتش شوف واش بابوش 100% ولا لا، جاني في شكل ما عرفتش. المهم تديه للدار وغادي نقلبو مزيان يعني جاتني ديك القوقعه ديالو مختلفه على ديال البابوش اللي كيتكال، ولكن حنا ما عليناش. المهم انا جمعته نديه للدار ونديرو التجربه، ما خاسرين حتى حاجه. ها هو احسن حاجه البنات قدام البحر هي شي قهوه بحال هكا معصره. ديما كتكون هنا خويا؟ هو اللي جات فيكم تجي عند هذا السيد راه ديما تيكون هنايا. اشنو سميت هذه البلاصه؟ ود مرزق ولا فلوريدا؟ فلوريدا. انا ندور لكم باش تشوفوا بالضبط فين. غير وحيده قهوه ترد المزاج. لا لا زوينه باينه الله يعطيك الصحه خويا. ها انتم البنات فين جا شفتوا؟ ديما تيكون في هاد البلاصه هادي. ها انتم شفتوا؟ لا تقولوا الماء والزغاري سرق قهوه ديال بصح. عنده هادي اللي كطحن القهوه كاع ما شفتها والله الا ما شفتهاش. ها انتم القهوه كطحن في البلاصه كيحط حبوب كتهبط هنا صراحه عنده داكشي نقي. غيقولوا لي البنات واش غتلقاو حسن من هذا المنظر؟ بحر مع قهوه يا سلام، ما شهيتكم بصحتي انا وبصحتكم انت نتوما اللي كتفرجوا. البنات طلعوا على الكنز ديالي ها هو. شوفوا البابوشات واش باقي حيين لاصقين مع بعضياتهم. اوه شوفوا ها هو شوفوا كتدخل دابا حيت ما لقاوش الحجر هما يلصقوا في بعضياتهم. شوفوا واو لاصقه كيفاش وجهك؟ لا ماشي مشكل كيقول لي كيفاش وجهك؟ هادي مشكل الغرض ديالنا هو الكنز كولاجين. كولاجين ضد التجاعيد. شوفوا البنات جبت لهم حجيرات غادي نمشي للدار ونوريكم اش غندير بهم. ها هو الحجر شفتوا عندكم تصحابوني غادي نمعسوا بالحجر زعما غادي نضربوا بالحجر. لا هي الكميسه ديالي ها انتم الكنز هذا ضد التجاعيد خبيهم تنمشيو للدار.